ولقراءة أعمق في ثنايا ذكرى الثالث من يوليو ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بك. يعني احنا بنتكلم على انه لم يكن يوم الثالث من يوليو يوما يسيرا، على ما ارتكز ساسة ونشطاء هذا اليوم مع القوات المسلحة في اتخاذ هذا القرار، هذا القرار المصيري في البيان التاريخي في 3 يوليو، وخاصة أستاذ جمال ونحن نتحدث على أنه دعوة جموع الشعب في ثورة شعبية للقوات المسلحة بالتدخل ليس لسلطة أو لحكم وإنما لحماية ضرورية للثورة الشعبية وحماية المواطنين، خاصة وأن القوات المسلحة دعت أكثر من مرة لحوار وطني جاد مع مؤسسة الرئاسة، وكانت هذه الدعوات دائما تقابل بالرفض، وكان آخرها ما حدث في يوم 2 يونيو 2013 في قصر القبة حينما اجتمعت القوات المسلحة مع يعني الرئيس الإخواني حينئذ. كيف تقرأ هذا اليوم ونعود لهذه السنوات ونتذكر موقف القوات المسلحة يدا بيد مع الشعب؟ بالفعل يمكن هذا اليوم هو يوم الفصل، يوم مشهود تاريخ الامه المصريه، يوم استجابت القوات المسلحه المصريه لصوت الجماهير وانحازت للرغبه الشعبيه. في الحقيقه ان القياده الخاصه بالقوات المسلحه طبعا حينها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما اتخذ القرار بالانحياز للاراده الشعبيه فكر في فقط مصلحه الوطن وفكر في مصلحه المواطن دون ان يعني ان يبالي باي مصالح ضيقه لها علاقه بامور اخرى، ولكن كانت مصلحه الوطن والمواطن هي العليا، ومن ثم وجدنا انحياز تام من القوات المسلحه المصريه للرغبه الشعبيه التي انت على مدار هذا العام الذي استولت فيه حكم جماعه الاخوان الارهابيه على السلطه، وراينا كيف عشنا في يعني ظلام دامس، كنا نصطف امام محطات الوقود، كنا يعني ننتظر ان تاتي الكهرباء الى بيوتنا حتى يعني لبضعه دقائق، كيف كان الامن القومي الداخلي لمصر مهدد، كيف تم تهميش الدور المصري الاقليمي والدولي. في الحقيقه ان مصر قد وصلت لمرحله يعني سيئه للغايه، ومن ثم لم تفكر الجماعه الارهابيه الا في مصلحتها الايديولوجيه المتطرفه، وبالتالي كان الشعب له الصوت وكانت القوات المسلحه المصريه لها الاستجابه، وبالفعل وجدنا قرارات يعني منحازه للرغبه الشعبيه انقذت الوطن. يعني ان لم يكن هذا اليوم لكانت مصر الان في مسار اخر، مسار ربما التفكير فيه فقط كان يعني يدخلك في كوابيس ما بالك اذا حدث على الواقع، وبالتالي الامر كان سوف ياخذ مصر الى مسار شبيه بمسارات دول اخرى في الاقليم. يعني لا نريد ان نذكر اسامي، ولكن التجارب الموجوده حولنا تبرهن ان عدم الاصطفاف الداخلي وعدم الرحمه الداخليه كيف اودى في دول اخرى الى الهويه، وبالتالي انا اعتقد ان يوم 3 يوليو هو يوم ميلاد الجمهوريه الجديده، هو يوم ميلاد الميثاق الجديد لدوله جديده، لدوله المواطنة فيها هي رقم واحد، دولة وطنية، دولة تردد هنا والشعب هنا استرد الهوية المصرية التي في الحقيقة تم التأسيس لها منذ آلاف وآلاف العقود المكونة من الحضارة المصرية القديمة والقبطية والحضارة الإسلامية والحضارة الإغريقية، يعني مزيج من الحضارات والثقافات أثرت في هذه الهوية، لا تستطيع أي إيديولوجية متطرفة في الحقيقة اختراق هذا الجدار الحصين الذي يتحصن بالدولة الوطنية، وبالتالي وجدنا إن في الآخر ما انتصر هو مصر الدولة الوطنية، الدولة التي تعلي من قيمة المواطنة، ووجدنا الآن قوات مسلحة تحمي والشعب يؤازر، ويعني هناك الآن طفرة كبيرة جدا نتاج هذه اللحمة، يمكن نتاجها ما تم إنجازه خلال ال7 سنوات الماضية، يعني إنجازات تصل لحد الإعجاز، إنجازات كانت يعني يعني كنا لتنفيذها نحتاج 70 عاما، يعني 70 عقدا لتنفيذ ما تم انجازه فقط في 7 سنوات، وبالتالي هنا عندما تتوافر الاراده الشعبيه وايضا تتوافر الاراده السياسيه نجد الان مصر في طريقها الى الجمهوريه الجديده.
نعم أستاذ جمال، يعني بعد أقل من مرور 10 أيام على عزل الرئيس الإخواني مرسي، كثير من المجلات السياسية والاقتصادية المتخصصة عالميا ذكرت أن يعني تقارير ترصد أخطاء الجماعة الإخوانية في سدة حكم مصر. هل هي كانت أخطاء أم كانت جرائم؟ نتذكر يعني جريمة محاصرة الدستورية، جريمة الاتحادية، الإعلان الدستوري، نرى أخوانة مؤسسات الدولة بعناصر وقيادات الإخوان، جرائم أم مجرد أخطاء؟ لا طبعا أتفق مع حضرتك، هي جرائم، جرائم كمان تصل إلى حد الخيانة العظمى. وبالفعل هناك قضايا في المحاكم المصرية ضد عناصر هذه الجماعة الإرهابية تصل إلى حد الخيانة العظمى، لأن طبعا تم حتى يعني تهريب وثائق مهمة جدا إلى دول أخرى، وتم تسريب معلومات عن الداخل المصري من خلال هذه الجماعة الإرهابية إلى دول في المنطقة. وكانت هذه الجماعة في الحقيقة تعمل لصالح جماعات ودول أخرى في الإقليم، لكنها تعمل لصالح الدولة المصرية، كانوا مجرد وكلاء حرب، وكلاء حرب بالوكالة في الداخل المصري لإفشال الدولة المصرية، وسعيا وراء انهيار الدولة المصرية لتمكين القوى الخارجية منها. وبالتالي هم كانوا مجرد أدوات حرب، أدوات خيانة عظمى، وبالتالي هم مارسوا جرائم ترتقي إلى حد الخيانة. وأعتقد أن هذا ما دفع الشارع المصري ليرفض هذه الجماعة ولا ينتظر المزيد من الوقت، لأن كان الأمر وصل إلى يعني ذروته، ولم يعني يستطيع الشعب المصري حينها أن ينتظر المزيد، لأنه خوفا على دولته وخوفا على وحدة دولته. حتى رأينا مؤتمرات لهم واجتماعات وأمور بتدعم مباشرة وبشكل صريح بعض الجماعات المتطرفة في دول أخرى، ورأينا كيف كان اجتماع الصالة المغطرة، ورأينا كيف حضر من قتل السادات احتفال أكتوبر. هل هناك أكثر من هذا شاهد عيان أن هؤلاء مجرد يعني أدوات للحرب بالوكالة وإفشال الدولة، وبالتالي هم ارتكبوا جرائم لا تغتفر، ارتكبوا جرائم يعني في الحقيقة من حسبهم عليها ومن أزاحهم عن السلطة هو الشعب المصري، لأنه أدرك تماما أن هذه الجماعة وجودها كان يمثل خطرا على بقاء الدولة المصرية. كما ذكرت أستاذ جمال، هو الشعب المصري يعني بجموع الشعب المصري التي نزلت في جميع ميادين مصر وفهمت سريعا دون غيرها من شعوب أخرى أنه يعني لا يمكن أن تستمر هذه الجماعة في حكم مصر بحضرتها وثقافتها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.